طيب بابا اقول انت مين الاول؟ احمد سيف الاسلام حمد، محامي مركز الشباب المبارك القانوني. جميل. قول لنا الاول تعليقك كده على القضيه النهارده. الجلسه النهارده رايي ان فيها عده ايجابيات. اولا حسن مبارك نفسه وولاده ظهروا في القفص، وده بحد ذاته انتصار للثوره بغض النظر عن طول المحاكمه اللي هيحصل او نتيجه الحكم في الاخر. نمرة اثنين، من المرات النادرة اللي تبقى هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة يتدخل في الدعوة ضد المتهمين يطالب بتعويض للخزانة العامة عن الأضرار المصيبة في المال العام نتيجة الجرائم اللي ارتكبها المتهمين، فده خبر مهم جدا وملفت للنظر. ثالث حاجة برضه كانت ملفتة للنظر بالنسبة لي، ان رغم منع عدد مش قليل من المحامين الدعاء بالحق المدني واهالي الشهداء، لكن كان موجود في القاعه عدد مش قليل ايضا من محامين الدعاء بالحق المدني، فده مؤشر ايجابي على ان المنع او عدم الحضور ممكن يعزو ويعزى الى عدم دقه التنظيم والهرجله اللي كانت فيها الدايره، لكن مفيش تعمد لابعاد المحامين بتوع الدعم الحق المدني. طيب اشرح لنا كده، دلوقتي في ثلاث اطراف يمثلوا المجني عليهم. النيابه والمحامين المدعين بالحق المدني اللي انت بتتكلم عليهم وهيئه قضايا الدوله. واحده واحده كده اشرح لنا دور كل واحده فيهم بكلام بسيط. النيابه الاول دورها ايه؟ النيابه دورها اثبات التهم اللي قدمت بها المتهمين. ومن ثم لما تثبت التهم دي عليهم بتسهل على الادعاء بالحق المدني مهمته، الادعاء بالحق المدني مهمته الجزء الخاص بالتعويض المدني. بيتعرض للشق الجنائي عشان يثبت الخطأ وايه الخطأ؟ ويثبت من ارتكب الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ ده والضرر اللي أصيب به المجني عليهم اللي هم بيمثلون سواء كان شهيد او مصاب. فالنيابه العامه هي لها الشق الجنائي، اثبات الشق الجنائي على المتهمين اللي هي قدمتهم. المحامين بالدعاء بالحق المدني عليه ان يثبت الخطا والمتثبت في الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر. هيئه قضايا الدوله ما هياش داخله لصالح المتهمين بشكل مباشر، لكن شغلها برضه هيبقى زي الادعاء بالحق المدني. بدل ما انا بثبت الخطا على فلان فلاني الشهيد من قبل ترتان المتهم، هيئة قضايا الدولة هتثبت ان المتهم ده ارتكب اخطاء وحاجات دي تحملت خزانة الدولة اضرار مالية سواء من حيث السمعة او التعويضات المادية المباشرة، فهيبقى كلامه على المجمل، على اخطاء بالمجمل ادت الى تحميل خزانة الدولة اعباء او اتلاف ادوات تم استيرادها من قبل خزانة الدولة زي العربيات والمدرعات اللي استخدمت اذا تم اتلافها اثناء الاشتباك. طيب بس ده معناه انه النيابه هي الطرف الاساسي في القضيه، هي اللي هتتكلم على القتل الشهداء وهي اللي هتحاول تجيب لنا حكم، مظبوط؟ مظبوط جدا. طيب يعني بس هل المحامين والهيئه قضايا الدوله اللي موجودين هو كل اللي هاممهم هو التعويض فعلا؟ ده دور في القانون، لكن هو هيتعرض للجرائم لما يجي يتكلم على الخطا، اين الخطا؟ ومن ارتكب الخطا؟ الخطأ هو ان انا اتقتلت، ان الموكل بتاعي اتقتل. طب مين اللي قتله؟ وقتله فين؟ والساعه كام؟ فهيتعرض من الزاويه دي الى الشق الجنائي. يعني ايه بقى هيتعرض؟ يعني ممكن يجيب شهود وادله وكده؟ ممكن يجيب شهود وادله، وممكن يغطي ثغرات في كلام الشهود اللي موجود في الورق. المنافسه الحقيقيه هتبدا من اول ما في ناس مع الشهود. ناس مع الشهود هيبقى في طرفين قدام المحكمه. طرف بيشد الشاهد ده عشان يشكك في شهادته، عشان يقول المحكمه لا تقتنع بشهادته، او يطلع ان شهادته متناقضه، او يطلع انه كاذب، او يطلع ان في شهاده عكسها. الطرف الثاني اللي هو النيابه والمدعاة بالحق المدني لصالح الافراد او لصالح الخزانه العامه، هيبقى دورهم في الاسئله ومحاوله تسليط شهاده الشاهد ناحيه الإدانة والرد على بأسئلة على الثغرات اللي بيحاول يفتحها دفاع المتهمين. طبعا كعادة المحامين دايما هنشاهد في الأسئلة بالذات جزء أسئلة وجزء مرافعة، يعني
يعني يبقى مقدمه السؤال مرافعه علشان المنكر بتاعي المتهم بتاعي ما ارتكبش بلا 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 والشاهد ده كذا 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 في اساءه للسؤال بس. فده هتدي ساعات ايحاء للناس بان الدفاع عن المتهمين بياخد مساحه اكبر، بس هي مساحه في الشنك يعني. الموضوع الحقيقي هو السؤال وحسن اعداد السؤال واجابه الشاهد. طيب النهارده حصل حاجه كده بس احنا ما كناش بنتكلم، ما كانش في اصلا في شهود. النهارده لقينا محامين الدفاع اللي هم بيمثلوا حسني مبارك وولاده والعدلي وكده بيتكلموا كتير قوي وبيقولوا خطب ناريه، والناس حست انه الناحيه الثانيه اولا ان هم ما سمعوش النيابه غير مره واحده بس، والمحامين اللي هم المدعين بالحق المدني او اللي بيمثلوا المدعين بالحق المدني حسوا ان هم كانوا ناس مش تقيله وبتقول كلام خفيف وفي احيانا كلام هزلي زي انه حسني مبارك مات من سنه 2004 وكلام من ده. ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده الجلسه هي ايه اصلا؟ هي جلسه اجرائيه اثبات حضور المتهمين وتوجيه اتهامات المتهمين والنظر وفي طلبات طرفي الخصوم. منطقي ان النيابه العامه ما عندهاش طلبات لان هي اللي مقدمه لهم اصلا، فطلباتها اوريدي عملتها في الورقه وفي التحقيقات، فمنطقي النيابه العامه لا يتعدى دورها اللي حصل النهارده. يعني النيابه العامه اشتغلت طبعا على المانيوال، ان دورها انها تقول اتهامات وتتمسك بالاتهامات وتطالب بتوقيع اقصى العقوبه عليهم. ده الدور الاجرائي اللي تعمله في اول جلسه. دور الدفاع عن المتهمين ان يقدم بقى طلباته عشان يقدر يعمل دفاع عن المتهمين. فمنطقي بما انه ان هو اللي في الوضع الاخطر ان يبقى طلباته اكتر كتير قوي من طلبات طالب الحق المدني، لان هو الموجه عليه الاتهام، هو اللي عليه انه ينفي الاتهام، وعشان ينفي الاتهام بيشوف كل الطلبات اللي ممكن يا اما ان هي تحقق هذه النتيجه يا اما تطيل امد المحاكمه لعل شيء ما يتغير في الجو السياسي. طلبات الدفاع طلبات الناحيه الثانيه بتاع الحق المدني هتبقى محدوده جدا، يا اما اعاده تكييف فقط، يا اما ان هو اوراق المفروض كانت تضم، يا اما متهمين جدد المفروض ينضموا فيضموا. فالطلبات حقيقة كان ممكن يقوم بها محامي واحد بس. يعني فلو طلعنا بره الخطابات الانشائية وبره الشطط اللي هيبقى حاصل طول الوقت وما يزعجش الناس، ان يعني هيحصل تضاربات ما بين الدفاع بالحق المدني، زي الشاب اللي قال او الاستاذ اللي قال انه مبارك ميت في 2004، ده معناه على طول ان احنا بندي براءة للبني ادم اللي قاعد في القفص ده مش هو رئيس الجمهورية، او ندي براءة لحسني مبارك للمقاضي عليه الدعوه الجنائيه من 2004 وسمى لما شارك في هذه الجامعه. بس ده كله متوقع، ده كله في الاخر تفاصيل رفيعه انا رايي انها ما هياش مؤثره على الدعوه بجد. ما فيش خطابه من قبل الدفاع بالحق المدني، ما فيش خطاب ساخن من قبل الدفاع بالحق المدني، ده مش دوره ولا وقته، ده وقته في المرافعه الختاميه. الدور ده احنا دلوقتي في اجراءات. الطلبات اللي اتقدمت بالحق الدفاع عن الحق المدني بغض النظر عن مين اللي قدمها كلها كانت منطقيه ومعقوله، وهو ده يعني المتاح في مثل هذه الدعوه. الدور الحقيقي هيبان بقى في الخطوات القادمه. حتى فض الاحراز هيبقى دور الدفاع ما هواش عالي قوي، هيبقى بالعكس دور محامي المتهمين اعلى من النيابه العامه ومن الدعم الحق المدني، لان هو هيبقى مركز على انه يا اما يشكك في صحه الاحراز، يا اما يشكك في صحه الدليل، يا اما يشكك في عدم ارتباط هذا الدليل بالدعوه او بالمتهمين. يعني لو في حرز بتقام فيه ان دي طلقات رصاص منسوبه الى حبيب العدلي مثلا، فمحمد العدلي هيقول طب فين الدليل اللي هو اصلا الحرز ده منسوب اليه؟ ده بتلاقيه في الشارع مثلا يعني. فالجلسه الجايه بتاعت فضل الاحراز اللي هي بكره يعني هيبقى برضه الدور الاكبر فيها لهيئه المحكمه ولدفاع المتهمين، وهيبقى الدور ثانوي جدا للنيابه وللمدعين بالحق المدني. لان احنا مش مصلحتنا مثلا احنا نشكك في دليل في حرص من الاحراز، لكن المدافعين عن المتهمين من مصلحته ان يشكك سواء في التحريز او في الحرز في حد ذاته او في انساب الحرز الى اسناد الحرز الى متهم بعينه. تبدا الجلسات سماع الشهود الاثبات، وهيبقى الادوار الكل متسارعه. والصراع هنا هيبقى صراع يعني برضه ممكن يبقى فيه دور ثانوي ودور رئيسي. يعني مثلا
لو النيابه لقت ان الشاهد الاثبات بيجاوب وفقا لاقواله في محضر التحقيقات فالنيابه مش هتواجه حساب. يعني الشاهد ما تلخبطش في حاجه وجاوب زي ما قال في التحقيقات ومن ثم ما هيش محتاجه الى حساب. لكن مثلا لو لقت ان الدفاع المتهمين نجح في ارباك الشاهد بحيث قال كلام ناقض على اللي قاله بس تحقيق الى النيابه هتتدخل بسؤال حتى يصحح الوضع وتعيد الشاهد الاثبات الى التراك مره ثانيه. نفس الحدوته مع الادعاء بالحق المدني، ان لو لقى الشاهد يرد الردود اللي موجوده في التحقيقات بغض النظر هي لصالح اسناد التهمه ولا لا، فما عندوش مشكله مع كلام الشاهد على الاطلاق. بقى مشكلته هي نفس المشكله اللي يعني لم يستجد شيئا جديدا من سماع الشاهد امام المحكمه. ظلت المشكله كما هي زي ما هي موجوده في الاول. وهو خطوره شهاده الاثبات بالظبط ان يستجد اشياء خارج الورق. فتهالي كل طرف هيبقى حريص على انه يحقق دوره. المحامين والمتهمين هيحققوا دورهم ان هم يطلعوا شهود اثبات بره وعكس الثابت في الاوراق على لسانهم عشان نقول ان في تناقض، انه كذاب، انه ما نقدرش نصدقه كشاهد. والنيابه والدعاء بالحق المدني هيلعب دور مضاد للحسن. ساعات بيبقى في جزء في كلام الشاهد غامض محتاج تفاصيل. وساعات المدعي الدفاع المتهمين يسيب الحته الغامضه ديت اللي حملت اوجه يستفيد بيها في المرافعه بتاعته. في اللحظات دي على دفاع الحق المدني اذا كان واثقا من اجابه الشاهد انه يزيل الغموض ويحدد اكثر الاجابه العامه الوارده في الدوره. وساعات يبقى برضه، وهنا تختلف التقديرات والحسابات، ان يعني مش من مصلحته انه يفتح هذا الباب لانه مش ضامن الاجابه شفافيه. فالمقياس هنا برضه مش هيبقى مقياس كامل، ان مين اتكلم اكتر ومين قال خطبه حماسيه قبل ما يقول السؤال، او مين هات الشاهد، او مين خد مساحه زمنيه اكبر. العبره في الاخر بالمحصله بتاعه الورق، سواء الورق كان محاضر الجلسات او كان الملف القضيه او كان في تقديم شهود اثبات من خارج اوراق الدعوه تحت اسم شهود واقع. شهود الاثبات اختارتها النيابه العامه لا يجوز زيادتهم عما هو وارد في الاوراق، لكن لو عندي شاهد واقع شاف انه فلان الفلاني ارتكب اطلق رصاص في ميدان التحرير فاقدر اجيبه بحيث يبقى شاهد واقع. اللي هو نفس المنطق اللي استند ليه النهارده، ده كان ملفت برضه. الدفاع المتهمين والدفاع بتاع الحق المدني الاثنين طلبوا وزاره الطلب سماع شهود واقعه، عمر سليمان والمشير طنطاوي وعنان نفس الطلب، طلبوا الناحيه الثانيه تحت اسم شهود واقعه مش شهود اثبات. لان قماشه شهود الاثبات النيابه محددها قبل الاحاله شهود الواقعه في تقدير المحكمه، من حقها ترفض ومن حقها تقبل، ولو قبلت بتوسع دايره زاويه الرؤيه بالنسبه لها. انا اظن هي دي هتبقى الخناقه الحقيقيه بين الادعاء بالحق المدني وبين النيابه العامه وبين الدفاع عن المتهم. ان انا هل عندي شهود واقعه هتمسك بسماعها هتزيد في ادله الدعوه ولا لا؟ طيب جميل. ال 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 الناس قلقانه شويه من ال ال الدفاع عن الحق المدني بيتسألوا هم مين المحامين، حاسين ان الناس اللي هم شافوهم دي ضعيفه، وحاسين انه الناحيه الثانيه فيها ناس شديده قوي وتخض زي فريد الديب وكده. مين المحامين اللي انت تعرفهم او المراكز او المكاتب المحاماه اللي انت تعرفها اللي مشاركه في الدعاء بالحق المدني؟ هو انا الاستاذ خالد ابو كريشه موجود في الدعوه، وهو عضو مجلس نقابه محامين واستاذ يعني في تقل ووزن فريد الدين. في الاستاذ طاهر ابو النصر، في الاستاذ اسعد هيكل، في الاستاذ سيد فتحي، في اكثر من محامي سواء من المنظمات الحقوقيه او من لجان الحريات في اماكن مختلفه. يستطيع محامي في المفرد ان يشيل القضيه دي. يعني القضيه دي مش محتاجه
ممكن يبقى محتاج عدد كبير في الظهور امام الكاميرا، لكن في المرافعه الختاميه اللي بجد مش محتاجه المرافعه من هذا العدد الضخم الحاضر. النهارده كان حاضر مش اقل من 50 او 60 محامي مع الدعم الحق المدني، ممكن يبقى محتاجه الى مرافعه من 3 4 محامين، 5 محامين بكثير او 10 محامين، يجهزوا هم وشركوا في تجهيز دفاع قوي بحيث يتقدم دفاع قوي باسم كل الضحايا. لان المشكله الحقيقيه اللي هتواجهنا بما انه في عدد كبير من المحامين ان هتتفاوت المستويات في المرافعه ما بين اللي احنا شفناه النهارده 2004 وما بين مش عارف نسمع هيبقى في عندنا تفاوت في الاداء، واستحسن يبقى على الاقل الخاتمه بتاعت مرافعه مدعين الحق المدني والافتتاح بتاعها بالاثنين اقوياء. وده يعني المحامين موجودين النهارده في الجلسه يقدروا يقوموا. طيب يعني هل ده معناه ان المراكز الحقوقيه مشاركه في القضيه دي؟ مشاركه في القضيه، كل المراكز، هشام مبارك عنده توكيلات، مؤسسه غالي عندهم توكيلات، الشبكه عندها توكيلات، النديم عنده توكيلات، في عدد كبير من محامين المراكز ما حضروش النهارده لسبب بسيط جدا انهم اصلا بيحضروا مع الشباب المقبوض عليهم، في فبرضه المفروض احط ده في الاعتبار، يعني مفيش ولا حد حضر من هشام مبارك لانهم كانوا ثانيه واحده هنوقف ابدا من الاول. في عدد كبير، عدد كبير محامين غاب النهارده علشان كان في تحقيقات مع الشباب اللي اتقبض عليهم في فض اعصام التحرير ولو ما خلصوش النهارده عرضهم على النيابه، فغالبا ده هيتم، مش هيحضروا جلسه بكره برضه. يعني انا قصدي بالمثل بضربه ده ان احنا هنبقى كده ايه، في ارتفاعات وانخفاضات في الحاله المزاجيه بتاع المشاهدين اللي بيتفرجوا على الحلقات، بس المفروض ما هم يعني ما يعيشوش الحاله بتوحد كامل مع المشروع على الشاشه. في جزء كبير من اللي تم على الشاشه استعراض ملهوش تاثير حقيقي على وجدان المحكمه، وفي جزء حقيقي في طلبات حقيقيه مقدمها الدفاع وضروري انه المحكمه تستجيب اليها. يعني مثلا لما يبقى عندي شهود الاثبات اذا كان عددهم كبير وتمسك محامي المتهمين بالاستماع الى المحكمه تستمع لشهود اثبات، فالمحكمه ليس امامها الا ان تستجيب لهذا الطلب. حتى ولو ادى هذا الى ان المحكمه تاخد دور اكثر، انا في قضيه تجريب طابا قعدت شغال فيها سنه بكامله. رغم ان عدد الشهود كان اقل كتير قوي بالتاكيد من عدد الشهود الان في قضيه مبارك او قضيه العدلي. الفارق الوحيد انه في قضيه طابا السنة ديت كانت عبارة عن أسبوع من كل شهر، يعني 12 أسبوع يعني يساوي 4 شهور أو يعني 5 شهور بعيدنا الجمعة في السنة شغل متواصل. النهاردة الدائرة دي مش عندها بس إنها شغل متواصل وما عندهاش قيد كمان في استخدام القاعة، يعني ما فيش دائرة تانية هتنعقد في نفس القاعة في اليوم التالي مثلا أو بعدها بأسبوع أو بعدها بخمس أيام. ده القاعة متفرغة للقضية دي بس، والدايرة متفرغة للقضية دي بس، فيقدروا يشتغلوا يوميا باستثناء الأجازات الجمعة والحاجات دي، يعني يقدر يشتغل في وقت الشهر ومسمى ينجز جزء كبير من إجراءات القضية اللي هي هتبقى طويلة عشان نوصل المرافعة النهائية في تقديم قدامنا مش أقل من 5 شهور. فالناس المفروض ما تنزعجش من هذا، هي ده بالعكس ده جزء من آليات أن تكون المحاكمة عادلة ومنصفة ونزيهة تجاه كل الأطراف سواء الضحايا أو المتهم. طيب هل المحامين الكتير اللي أنت قلت عليهم دول والمراكز الحقوقية بينسقوا مع بعض؟ أنا ما أظنش كان في تنسيق عالي، لأن كان ده لسه مش عارف أصلا المحاكمة هتبقى فين. يعني مثلا لو كان المحاكمة هتبقى في الغردقة مثلا في شرم الشيخ مثلا، فكان هيبقى عدد اللي موجودين اقل. فجزء من ربكه عدم تحديد مكان المحاكمه الا قبيل الجلسه بيومين عمل ربكه في الحصول على التصاريح وعمل ربكه في التنسيق بينهم. لكن انا رايي التنسيق هيفرض نفسه بالذات اول ما ندخل في مرحله سماع شهود الاثبات، لان ضروري يبقى الاسئله في اعداد لها وفي تنسيق مين اللي يقول الاسئله.
برضو ضروري نراعي انه في الترتيبات اللي بتتم دايما المتهم هو اخر المتحدثين، فضروري ناخد بالنا من الحته دي. ومن ثم المتهم من حقه ان ياخد قانونا حيز اكبر من موجه الاتهام والمتضامن مع موجه الاتهام. طيب ال المحامين دول ليهم سابق خبرة عمل مع بعض، الحقوقيين واللجان الحريات والأسامي اللي انت قلتها دي، الناس دي اشتغلت مع بعض قبل كده؟ يعني خبرة التنسيق مع بعض قبل كده؟ لا، اشتغلنا مع بعض قبل كده، سواء في قضية حريق بني سويف او في قضية وجزء منهم شغال في العبارة مثلا، بتوع لجنة الحريات على الاقل اسعد هيكل والاثنين ثلاثة كانوا معاه اشتغلوا في العبارة، وجزء اشتغل في قضايا سواء تبقيرات طابة أو سراندو، في تنويعة مختلفة شغالة، في جزء منهم شغال في خالد سعيد، ففي تنويعة مختلفة من خبرات جوه القاعة، وفي تنويعة أوسع في البني آدمين اللي لم تمكنهم الظروف من حضور اليوم. ف متخيل ان احنا يعني هيبقى اللي ناقصنا حاجتين اتنين، ان التنسيق ما بين الحاضرين في الجلسه واعداد قوي خارج الجلسه للتجهيز لمرافعات قويه. مش شرط اللي عد المرافعه يبقى هو اللي يروح يقول، يعني ممكن ناس تشتغل بمنطق الفريق، فاللي مستعد يساعد المترافعين في الجلسه في تحضير الدفاع اهلا وسهلا فيه، المجال مفتوح للكل. وانا اظن ان في قاعده مخصوص يوم السبت في هشام مبارك من اجل هذا الموضوع تحديدا، هو محاوله خلق اليه للتنسيق ما بين المحامين وتجهيز دفاع قوي عن الضحايا والشهداء. يعني معنى كده انكم تستفيدوا لو جاء محامين زياده؟ بالتاكيد بالتاكيد، دايما يعني انت عندك لو يبقى عندك القضيه 22,000 صفحه، بدل ما كل واحد فينا ياخد يلخص 1000 صفحه ياخد يلخص 500 صفحه، هيبقى ده حتى في المستوى العملي الصغير هيبقى ده بحد ذاته مساعده كبرى، ان حجم الملفات هيبقى ضخم جدا. فمحتاج لو احنا عايزين سرعه في الانجاز ان احنا يبقى عندنا طقم من 20 زميل محامي له خبره عاليه يلخص القضايا يلخص التحقيقات، عشان الزميل اللي واقف قدام المحكمه يعرف يسال في ايه ويعرف يترافع ازاي. طيب هو احنا هنسمع شهاده الشهود اصلا هنشوفها على التلفزيون؟ شهاده الشهود الاثبات يجوز نشرها على التلفزيون، لان حتى ولا على ضخ الشهود، يعني اللي بيجري عمليا في القضايا العاديه يدين الشهود كلهم مره واحده اللي هيسمعوا في اليوم الواحد، والمحكمه بتثبت حضورهم وتامر بخروج جميعهم على شخص واحد، ولما الشخص ده يخلص شهادته يمنع من الخروج من قاعه المحاكمه ويدخل الشاهد التالي له، حتى لا يستمع الشاهد الذي لا يلدي باقواله ايه هي الاسئله وايه الاجابات، الادب هيظبط نفسه مع الشاهد. فانا اشك بشده انه هيتم نشر او على الهواء شهاده الشهود، هيبقى ده خطر على سريه المحاكمه ونزاهه سماع الشهود الاثبات. لكن ممكن يسجل ويسمح باذاعته بعد انتهاء القضيه وبعد صدور الحكم، بحيث ما يبقاش فيه تاثير في حاجه موجوده، لانه هيبقى زيه زي محضر الجلسه. احنا كلنا من الحقيقه نحصل على محضر الجلسه المدون فيه إجابة شاهد الإثبات عشان يبقى جزء من مرافعة سواء الطرف ده أو الطرف ده أو الطرف التاني. طب وهل الشهود الواقعة اللي أنت وصفتهم اللي هم زي شهود الإثبات بس جم إضافة بعد النيابة ما خلصت شغلها، هل دول برضو في سرية لشهادتهم؟ يعني يستحسن إن أنت بتجيب شهود واقعة، مثلا افترضنا عناني جاء والمشير الاثنين بيشهدوا عن ذات الواقعة، فانت برضه المفروض تعمل نفس الحدوته. حتى عمر سليمان في احتمال كبير يبقى فيه تقارب ما بين ثلاث شهادات، فلو عايز تمشي على المنى وسماع الشهادات يبقى اذا ما تزحهاش بشكل علني، على الاقل في لحظه سماع الشهاده، يعني ممكن تزحها بعد ما تخلص الشهاده، ممكن تسجل تزحها بعد كده، حتى مش شرط تستنى الحكم، لكن يكون خلصت النوع ده من الشهادات. لكن لو ما انتش قادر تصنف شهاده الشاهد في انه نوع، فيبقى استنى لما تفرغ من سماع كل شهود. طيب هل انت شخصيا مشارك في القضيه دي؟ انا مشارك في المطبخ. بس يبقى عندك توكيلات يعني؟ عندي توكيلات، اسمي موجود في التوكيلات، واحتمال كبير يكون
هقدر اطلع تصريح ليا، انا هحضر او ما احضرش حسب قراءه الزملاء في القاعه ما هو اهميه حضوري، لكن في كل الاحوال انا شغال في المنطقه. طيب دلوقتي دي محكمه غير عاديه مش كده؟ محكمه جنايات عاديه. لا مش قصدي التقييم القانوني، قصدي يعني هل احنا اعتدنا ان نتفرج على محاكم معموله بالشكل ده؟ لا. محكمة غير عادية من عدة الزوايا، يعني أول يعني أكبر كم من أركان نظام بيتحكموا عن قضاء عادي اللي هم طول عمرهم كانوا بيحكموا الناس بقضاء استثنائي وعلى الهواء مباشرة، فده كله يعني مش بس جديد على مصر، حتى كان جديد على العالم يعني. جميل. طيب يعني وبرضه بعيدا عن التوصيف القانوني المجني عليهم، ما هماش فقط الشهداء واهاليهم وذويهم ولا الجرحى، هم الشعب المصري كله بالتاكيد. جميل. فيعني هل ممكن برضو انا عارف انكم كاساتذه ومحامين يعني ما انتوش مهتمين بالاداء الاعلامي لانه ده ما هواش المهنيه ولا له علاقه بالعداله ولا كده، لكن هل ممكن انه تظهروا اكتر شويه، تحضروا باعداد اكبر شويه، تتكلموا اكتر شويه لطمانينه المجني عليهم اللي قاعدين في البيوت اللي يعني محتاجين يبقوا شايفين ناس بتمثلهم وقلقانين انه النيابه مثلا ما تمثلهمش تمثيل كافي؟ يعني بص خليني اكلمك بصراحه، يعني انا مش ميال ابدا اتكلم عن قضيه انا شغال فيها سواء في المطبخ او ده، يعني مش عايز اعمل مرافعتي امام كاميرا التلفزيون، مرافعتي تبقى قدام هيئه المحكمه مش على شاشات التلفزيون. ده نمره واحد. نمره اثنين، انا برضو مش يعني منساق قوي للتقييمات السريعه زي السندوتشات كده بتاع ان الناس تقيم اداء المحامين علشان في واحد ولا اثنين اتكلموا دون ان يراعي تأثير كاميرا التلفزيون على التدافع من أجل من يظهر على الشاشة. نمرة ثلاثة، لكل مرحلة لها أداها، يعني احنا دلوقتي الجلسة إجرائية، جلسة إجرائية المنطقي فيها كان أصلاً ما فيش دور لا للنيابة ولا للدعاء المدني أصلاً من أصيله يعني، إلا في حاجات محدودة جداً وهامشية جداً. فكنت أقارن إن ده أتكلم أكثر وأتكلم بتاع أو واثق من نفسي، طبعاً كل حد واثق من نفسه. قدام المحكمة اللي بيدافع عن المتهمين هيبقى واثق من نفسه هيجيب براءة، ونيابة والادعاء بالحالات هيبقى واثق من نفسه انه هيجيب إدانة، وده جزء من متطلبات ممارسة المهنة أصلا. لكن الناس تظهر عشان أكتر عشان تشرح للناس إيه خلفيات الموضوع بالطريقة اللي بتكلم فيها دي من غير ما مس الدعوة نفسها في حاجة، موافق إنه المفروض نحاول نظهر أكتر، بس كمان ضروري الطرف الآخر هو الإعلام يساعد على هذا، ما يبقاش الموضوع داخل في تفاصيل المرافعة، يعني زي مثلا الطلب بتاع الجدل الآن اللي في حياتي يسوع عندما دفع فريق الديب بعدم بطلان ضم القضية إلى قضية حسن مبارك قضية العدل، والمحكمة قررت الاستمرار في نظر الدعويين، لكن واضح انها قررت كمان انها تستمر في اللي جاهزه وتاجل التاني. ده كله هيفتح جدل قانوني، هل المحكمه ردت على الدفع ولا لا؟ انا رايي المحكمه ما ردتش على الدفع. المحكمه اجلت النظر في الدفع في الحكم. ومن ثم هيظل هترد على الطلب ده وهي بتحكم. ده اصلا هو مش طلب، ده دفع قانوني. فهترد عليه وهي بتحكم. ممكن ناس تعتبر انها ردت خلاص ورفضت الدفع. ممكن ناس تقول لا ده بما انها فصلت بين الدعويين فخدت جزء من الدفع وفصل بين قضيتين. ده كله كلام مش هيبان الا مع الحكم. طيب هو هل ينفع اصلا ان نتعامل معاها انها زي ماتش كده ونبقى يعني من باصة للباصة قاعدين بنتكلم عليها؟ يعني هل انا المفروض اقلق لانه فصلوا القضيتين عن بعض، ولا اطمن لانه لانه لسه فضلوا عند نفس الهيئه عند نفس الدايره، ولا دي يعني عمر التفاصيل الصغيره دي ما هيبان معناها الا قدام قوي؟ انا رايي المفروض الناس ما ترتبطش قوي بالقضيه بمستوى التفاصيل، يعني سيب الجانب المهني، وحتى ما ينفعش حتى يبقى يفتح الجدل في الميديا الصراحه. سيب الجدل المهني بتاع هل القرار الضم ده باطل ولا مش باطل، ده شغلات المحامين ياكلوا بعض في قدام المحكمه، والمحكمه هتفصل بينهم في الاخر. اللي الناس المفروض تحاول تطمن عليه هو اداء المحكمه، الى اي مدى متوازن، الى اي مدى هي المحكمه نفسها مطلعه على الاوراق، الى اي مدى
المحكمة سامحة الفرصة لكلا الفريقين أو الثلاث أو الأربع فرق المتواجدة في الساحة إنها تدرى، مع مراعاة التالي إن في الغالب العام الناس ممكن تفاجأ مثلا بالمنظر التالي في سماع شهود الإثبات، إن الأسئلة الجوهرية المحكمة اللي بتقولها. عادة في الإجراءات المعتادة في الجنايات العادية المحكمة بتبتدي توجه الأسئلة ثم الدفاع الادعاء المدني ثم المتهم. فلو الادعاء بالحق المدني لقى ان المحكمه غطت اللي كان هيساله، هيبقى المنطقي مفيش مبرر ان يسال سؤال سئل قبل ذلك. وده كان بيحصلنا كتير في القضايا، ان احنا بنيجي نكتفي فعلا بالاسئله اللي المحكمه سالتها، لان كانت الاسئله في المفاصل في الصلب في الحته اللي احنا كنا عايزين نسال فيها. فممكن نفاجئ بده مثلا، فده ملوش اي دلاله الا ان المحكمه قاريه الورق كويس. يعني احنا كل ما نسمع الادعاء بالحق المدني بيتكلم اقل، كل ما يبقى ده معناه انه المحكمه والنيابه بيقوموا شغلهم افضل. اه بالظبط كده. جميل، يعني احنا اصلا لما يسمع كلمه اقل نطمئن اكتر. اه مفروض كده. طيب حلو قوي. ال 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 اخر حاجه عاوز اسالها لك، انت قلت انه مبارك لم يوفر لخصومه وكثير من المواطنين من غير حتى ما يبقوا خصومه محاكمات عادله، ودلوقتي متوفره له محاكمه عادله. ليه مهم بالنسبه لينا احنا المجني علينا الشعب المصري ان مبارك يحاك ورجال الداخليه زي العدلي وكده يحاكموا محاكمه عادله؟ خلينا ناخد اهميه من بره لجوه. اولا بره عشان نقدر نطالب الاموال اللي بتاع ده، فيما يخص قضايا الفساد. اه وكل القضايا بالمناسبه خد بالك انها هيبقى جزء من معيار في التقييم. الاهم جوه احنا عايزين نبني انا مجتمع، هل عايزين نبني مجتمع دولة القانون بجد، ولا عايزين نبني مجتمع القانون فيه يطبق حسب مين اللي عرفه بيشر ومين مش عرفه بيشر؟ لو هنبني دولة القانون بجد يبقى دي السكة الصحيحة، ان انا كمجتمع لا انا عايز محاكم استثنائية ولا انا عايز محاكم عسكرية، انا عايز القضاء العادي بعلاته حتى قبل ان يطهر هو الذي يتولى الفصل بين كافة منازعاتنا مع بعض، سواء كنا اطراف متنازعه حزبيا وينفع القضاء يحسم هذا الامر، او اطراف متنازعه في جرائم مسنده لبعضنا وجرائم وحد يدافع عنها. فده مهم جدا في ارساء دوله القانون، ده نمره واحد. نمره اثنين مهم اكتر في ادخال المجتمع كرقيب بقى على المحاكم. يعني انا دلوقتي لما بتكلم على انه القضاء بيحكم باسم الشيء، وبتكلم على عليه الجلسات، ونجحنا ناخد خطوه كبيره في عليه الجلسات. احنا وسعنا مفهوم عليه الجلسات عن نطاق الاربع جدران بتوع قاعه المحكمه، وامتد هذا الاثر الى ارجاء المجتمع. بالمناسبه دي نقله ثوريه جدا في مفهوم جوه الفقه المصري عن عليه الجلسات، يعني حتى لو ارتبط بالقضايا الهامه. فانت هنا اثرت في تغيير الفهم الكلاسيكي ل على نهاية الجلسة. ممكن تأثر كمان في دور المحامين وإقبال عدد أكبر من المحامين إنه يهتم بهذا النمط من القضايا بغض النظر عن العائد المادي. بالتأكيد المحامين اللي بيترافعوا عن المتهمين هياخدوا أرقام فلكية كأتعاب. وبالتأكيد إن المحامين اللي بيترافعوا عن المتهمين الحق المدني حتى لو واخدها في مكتبه بياخد أتعاب، هتبقى أتعابه مقارنة بمحامين بتوع المتهمين كلام ثاني هزيلة جدا. غالبا غالبيتهم متطوعين اصلا، ما هماش واخدينها. كون مشاركة الناس في ده فبيحمس عدد اكبر في متابعة هذا النمط من القضايا بهذه التفاصيل، بيحمس عدد اكبر من المحامين انه يدخل هو هذا. الحاجة الأخيرة، طيب ما احنا قادمين على وضع قانون جديد لاستقلال القانون، سواء في المرحلة الانتقالية وقت الانتخابات او بعد الانتخابات. فكون ان المجتمع نفسه يبقى طرف، انا عايز ايه من القضاء؟ انا عايز العنايه ازاي في القضاء؟ انا عايز ازاي اسد الثغرات في القضاء؟ انا عايز التجريم يبقى شكله ايه؟ انا عايز القضاء يبقى يدار ازاي؟ طب ده كله يعني 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 مفيد جدا طالما دخلنا من عنوان دوله القانون. ويبقى المواطن المصري حاسس ان موضوع استقلال القضاء ده موضوع يخص شويه محامين او شويه وضوح، احنا واجعين دماغنا ليه؟ ده بقى يخص حياتك اهو، ده انت الناس اللي هي قهرتك 30 سنه بتتحاكم، ولو ما اتحكمتش كويس زي ما انت متوقع بيبقى عندك مشكله في القانون عليك انك تصلحها.
لانك تضرب من اجل اصلاحها، سواء كان نتيجه تركيبه المحكمه او اختصار المحكمه او كيفيه اداره القضيه امام القضاء. طيب الـ 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 هل ممكن لانها محاكمه علنيه ولانها محاكمه طبيعيه ونامل انها تكون عادله انه نستفيد كمان مش بس بحكم عادل، لكن نستفيد كمان بمعرفه حقائق ممكن ما كناش نعرفها لو كانت محاكمه استثنائيه؟ انا يعني ما اظنش انها تفرق كتير بالتالي الصراحه. يعني حجم الحقائق اللي انت هتعرفه هو حجم الحقائق اللي سمح الشهود ان هم يقولوه، سواء كانوا عندهم تحكم ذاتي لمستوى الافصاح اللي يقولوه ولا لا، فمش فارقه نوعيه المحاكمه من هنا لهنا، الا لو، وبرضه مش عارف نوعيه المحاكمه حتى اللي انا كنت هقوله دلوقتي حالا، الا لو نتيجه الضغط المجتمع الراي العام فابتدى شهود ما كانوش داخلين يقولوا على جزء حقائق كان مخفي، فيبقى ضروري يطرح على المحكمه حتى تنظر اليه في اثناء نظر الادانه. لكن هنا في الحالتين مش فارق نوعيه المحكمه، فارق نوعيه القاضي، فارق نوعيه مدى استقلال الهيئه القضائيه اللي تنظر المحكمه ايا كانت الصفه بتاعتها. وهنا بقى انت عندك مزج ما بين دور الفرد في تقدم مجتمع من المجتمعات او حدث من حوادث يعني، ودور المؤسسه. فلو المؤسسه مش مستقله والفرد مستقل اللي هو القاضي، فانت ممكن توصل بنتائج هائله جدا بغض النظر عن مدى استقلال المؤسسه او استقلال الفرد. هنا يعني طبعا متوقع اكتر انه يبقى على المستقلين في القضاء العادي اعلى من قضاء الاستثنائي، لان يعني القضاء الاستثنائي اصلا اللي بيختاره بضبطه هو رئيس الجمهوريه من القضاء العادي بعد استشاره وزير العدل. فمن هنا ممكن تبقى نظريا عندك قضاء لم يختاروا القضاء الاستثنائي لكنهم موجودين في القضاء العادي، فنسبه المستقلين فيهم اعلى، او يعني اعلى نتيجة هذا المعيار الفلتر الموجود في انتقاء قضاة من القضاء الطبيعي. طب لو احنا عاوزين نعرف الحقيقة وعندنا امور زي دور امن الدولة ومين كان يعمل مع امن الدولة وبعض القضايا الفساد كمان داخل فيها تفاصيل احنا لسه ما نعرفهاش ويمكن ما نعرفهاش، ايه اللي مطلوب عشان يكتمل الشق بتاع العدالة وفهم ما حدث؟ زي ما بنقول في الحقيقة لها معاني مختلفة. في المحكمة بتتكلم على الحقيقة الجنائية، الحقيقة الورقية، الحقيقة اللي تقنع قدامنا. في السياسة والمجتمع أنا بتكلم على الحقيقة الواقعية، لحم ودم. بغض النظر تصلح هذه الحقيقة أن تتحول إلى حقيقة جنائية أو لا. دول مستويين مختلفين من الحقيقة ساعات بنخدم بيها. الحقيقة المجتمعية اللي أنا بسميها بقى سواء في السياسة أو في غير السياسة، لا مفر من لجان تقصي حقائق ليست قضائية بالمعنى الضيق للكلمة، لكن فيها حس العدالة والإنصاف في تسجيل الحقائق بما لها وما عليها من أجل الحفاظ على ذاكرة الأمة، مش من أجل العقاب الجنائي. لو بالصدفة لقيت وأنا بسجل الحقيقة الاجتماعية لحم ودم أشياء يمكن أن تمثل حقيقة قانونية جنائية فبعتها للمحكمة النيابة العامة. لكن اتهامي احتياجنا للحقيقة يعني نعرف ازاي كان بيتم ثغرات مثلا تزوير الانتخابات او الفساد، او ازاي اختيار المستشارين يا رب، او اختيار المسؤولين، او اختيار واضعي النصوص القانونية اللي تحقق اغراضا لمن اختارها. الاجراءات دي البروسيس دي اهميتك تعرفه اكتر بمراحل من اهميه ان انا ادين سين او صاد من اللعب هذا الدور. انا عايز اعرف فين الثغرات اللي عندي في اداره الدوله اللي تسمح ان يبقى كل الفساد المالي اللي حاصل النهارده كان له غطاء قانوني. بيتهيألي ده اهم بكتير قوي ان انا اخد حكم ضد احمد عز او غير احمد عز.
مش معنى كده ما نحاكمش احمد عز، نحاكم احمد عز، بس يبقى وضعين في الاحتوار اللي هيظهر في المحاكمه الجنائيه ليست حقيقه كامله، لكن هو الحقيقه الورقيه المرتبطه بالدعوه الجنائيه، والحقيقه اللحم والدم اوسع مدى من هذا. نرجع للمحكمه دي، انت تقريبا جاوبت على ده، بس عاوزك تقوله ببساطه ووضوح. ليه محامين المدعين بالحق المدني كانوا بيتكلموا على مبالغ واموال وتعويضات النهارده؟ لان هو ده دورهم. يعني انا النهارده ما اقدرش ادعي بالحق المدني الا لما اقول للمحكمه انا بدعي طالب تعويض قد ايه. ليه ده مهم؟ لانه ده لو هو مثلا يعني قال مثلا 10,000 جنيه واحد، لو قال 10,000 جنيه ما فيش الجنيه الواحد ده سقط حقه في استئناف الطعن على هذا الحكم. فهو بيختار رقم بنسميه احنا في القانون نصاب مالي يسمح له ان يطعن على الحكم، على الشق المالي في الحكم امام محكمه الله. فدي كانت عمليه اجرائيه تماما. دي عمليه اجرائيه تماما عشان يغطي اركان الادعاء المدني المعرف بالقانون، فيصبح له حق في ان يترافع. طيب في واحده من هذه التعويضات هي تهمنا كلنا فعلا، اللي هو اللي طلب بيها قضايا الدوله، هيئه قضايا الدوله. هل الرقم اللي هم قالوه ده هو الرقم اللي خزانه الدوله هتحصل عليه فعلا؟ الرقم ده هم قالوه مشروط بحاجه. قالوا ان ده رقم مؤقت لحين حصر كافه التلفيات او المحكمه تقدر اذا كان الخزانه خسرت اكثر من كده. وده مؤقت. خد بالك كل التراضي كلها تعويض مؤقت مش نهائي. يعني ايه مؤقت؟ يعني انا بعد ما اخد حكم ادان على هؤلاء المسؤولين اصبح عندي في القضاء المدني في التعويض العادي محسوم عندي ايه هو الخطا ومين مسؤول عن الخطا وفي ضرر وفي علاقه سببيه، لكن حجم تعويض الضرر هو اللي بقى محل خلاف. المحكمه ممكن تدي اقل مما طلبه المدعين بالحق المدني سواء باسم الخزانه العامه او باسم الافراد، بس لو هي اقرت المبدا وان شاء الله قالت 1000 جنيه تعويض مؤقت، فاسمه مؤقت ده لحدد نهائيته هي المحكمه المدنيه. بعد ما نخلص من محكمه الجنايات نروح للمحكمه المدنيه عشان نتناقش قدام منها مش بقى في الخطا ومين مسؤول عن الخطا والضرر، حجم التعويض قد ايه. ده اهميه الدعوه المدنيه امام القضاء الجنائي، انها بتحسم لي ثلاث اربع اسئله لا يجوز الرجوع عنهم امام القضاء المدني طالما الحكم بقى بات يعني محكمه نقدر عليه. جميل قوي. طيب هل في تهم انت كنت متوقع او تحب تشوفها في عريضه الاتهام وما شفتهاش؟ لا يعني 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 خليني النهارده اقول لا ما فيش، يعني التهم اللي كنت هقولها لها مش مرتبطه بثوره 23 25 يناير. طب ما ده سؤال مهم، ماذا عن جرائم ما قبل الثوره؟ يعني انا رايي ان احنا المفروض نبذل مجهود هوم ورك بتاعنا ونفتح هذه الملفات. عارف ان فيها ملفات سخنه وملفات صعبه، يعني انا هنا بتكلم تحديدا عشان يبقى واضح بشده على مدى مساهمه حسني مبارك في جرائم ضد الانسانيه في السودان اثناء ما كان انور السادات رئيس الجمهوريه وادى امر للتيار المصري بقصف احد جزر السودان. الشغل ده يمكن محتاج اصلا شغل كتير في السودان من ناس في السودان تبقى موثقه هذا الموضوع ويبقى يطرح سواء في بلاغات او في يسار اعلامي. وهل دي هتبقى قضيه امام المحكمه المصريه ولا امام محكمه دوليه؟ طالما القضاء المصري قادر فتبقى امام محكمه مصريه. طيب لكن في كمان القضايا اللي هي تخص المصريين زي التعذيب وتزوير الانتخابات وما شابه. هل دي هنعمل فيها حاجه؟ انا رايي المفروض يتعمل فيها حاجه. يعني دلوقتي في جزء من تحقيقات التعذيب اعلن عن النيه البدء في فتحها مره اخرى. طيب نركز الشغل عليه، عندنا موضوع هو على بعضه المفروض انه يتفتح فيه التحقيقات في فتره حسني مبارك. ونشوف ازاي هنعرف ندخل حسني مبارك وحبيب العدل وزاره الداخليه السابقين كلهم في هذا الموضوع. الجزء بتاع تزوير الانتخابات و يعني للاسف الشديد الصوره بقت متلخبطه عشان قانون الغدر اللي بين طلعوا. يعني ايه مشكله قانون الغدر؟ مشكله قانون الغدر معايا انا يعني زي كده بنزعج من المحاكم الاستثنائيه، بنزعج ايضا من القوانين الاستثنائيه. يعني قصه ان احنا نحيي قانون
يعني شبع موطن الجمهوريات المصرية ونعيد تأييفه علشان يحاكم على وقائع سابقة بعد التأييف ده فيها عدة مخاطر على حقوق الإنسان. الخطر الأولاني إن أنا أحاسب متهم أمام محكمة لم تكن مشكلة أو موجودة أو منصوص عليها في القانون أثناء ارتكابه وفعل المحكمة، يعني أطبق القانون بأثر رجعي في جزئية اختصاص المحاكم. وعندي قلق إن كمان يبقى حتى في تعريف الجرائم في رجعية في تطبيق الجرائم. وإحنا يعني في غنى عن هذا، القضاء العادي والمحاكم العادية وقانون العقوبات العادي يكفينا. هفترض أسوأ، هفترض إن النيابة العامة لم تفلح سواء عن تقاعس أو تباطؤ أو إهمال عن إثبات الجرائم ضد المتهم، لكن أنا هنا كسبت إن يبقى عندي قضاء يستطيع أن يتعامل مع أدق الظروف وأصعبها ويصدر حكما منصفا عادلا. وعندي مرحلة الطعن أمام النيابة ينظر القضية أمام دائرة أخرى، وعلى النيابة أن تجود شغلها في هذا الموضوع. ده مكسب كبير، أو إن إحنا نطهر النيابة، يعني ما هو يعني افرض إحنا خسرنا القضية دي، طيب ما بقى يعني إن إحنا نحط النيابة العامة تحت الميكروسكوب، لماذا حدث ما حدث؟ يبقى ده يخلينا بنبني جهاز نيابة جديد بمصر الجديدة، فده يبقى حد ذاته مكسب. ويبقى كل حد عايز يقول لنا انتوا ما لكمش دعوه يا رعاه في انكم تدخلوا في تشريح القضاء والنيابه، لا ده دول جاهزين بيتكلموا باسمنا اصلا. فاحنا اصحاب مصلحه ان احنا نطهرهم من اي انحرافات. طيب انا مش لازم اسافر دلوقتي، فخلاص هقفل معاك، فلو عندك اي كلام اخير عاوز تقوله. كلام ليك انت بقى، تصور بالسلامه وترجعوا لنا بالسلامه. اوكي شكرا.